مرحبا، كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. مكملين معكم بشرح محاضرة الباثولوجي، المحاضرة الثانية من محاضرات الباثولوجي في سيستم النيرفس. المحاضرة الثانية تتحدث عن السيريبروفازيكولار ديزيز. قبل ما نبلش بالسيريبروفازيكولار ديزيز، خلينا نتذكر كم شغلات، شوية أناتومي على شوية شغلات بيسك. تمام. بالبداية إنه نتذكر إنه the blood supply of a brain comes from a internal carotid artery اللي هو ال anterior cerebral and medial cerebral artery وال vertebral artery. ال vertebral artery from the basal artery. ال basal artery وهو give posterior cerebral and together will anastomosis to form اللي هي ال circle folds. تمام. نتذكر كمان إنه superficial vessels most occluded by emboli. تمام. نتذكر كمان إنه deep vessels most affected by hypertension. مهمين هذول لنعرف الأمراض اللي قدام. الواترشيد زون هي ال border zone at junction between two main artery. تمام. طبعا هي vulnerable to hypotension. الانستموسيس عندنا بال الانتجريتي اوف ذيس انستموسيس انفلونس ذا برين ابيليتي تو ووتر وذ ستاند تو ذا افكت اوف فوكال فازيكولار اوكلوجن. تمام. عندنا اربع انستموسيس بالبرين. تمام. اللي هما الاول واحد اللي حكينا عنهم قبل شوي اللي هي سيركل اوف ويلز كونكتد انتيريور اند بوستيريور سيركيليشن كونكتد رايت اند ليفت سايد. طبعا any partial occlusion occur could happen at one of these area could be compensated for from other open area. تمام. الانستموسيس الثانية عندنا الاكسترا كرانيال والانتر كرانيال انستموسيس وعندنا كمان الثايرو سيرفيكال and deep cervical or occipital artery to انسموس تو فيرتيبرال ارتري. تمام. كمان عندنا الليبتومينينجال فيزلز تو سوبرفيشال كاروتيد فيزلز. تمام. هسه الباثو في فيسيولوجيكال فاكت اوف خلينا نحكي الاساسيات خلينا نتعلمها عشان نعرف كيف انه شو بصير عندنا بالجسم. تمام. هسه النورمال برين فانكشن لازم يكون عندنا الكونتينوس بلود فلو 15% اوف كارديك اوتبوت. 15% من الكارديك اوتبوت بيروح للبرين. تمام. لحتى يقوم بوظائفه بشكل طبيعي. كمان بده يكون عنده الهاي الهاي اوكسجين ريكويرمنت اللي هي من 20% ل 25% من ال 20% من الاو 2 من اللي بوصل للجسم بيروح للبرين. تمام. اند مينتيننس اوف جلوكوز كونه مصدر الطاقه الوحيد بالدماغ تقريبا هو الجلوكوز. طيب هسه لما بحاله لما يكون عندي الهايبوغلايسيميا. تمام. كان كوز دامج تو ذا برين. شو اللي بصير عندي؟ عندي حالتين، إما بيكون عندي decrease بالبلد بريشر. تمام. less than 50 بيكون عندي صار عندي هايبوكسيا and ischemia. تمام. أو بيكون صار عندي حالة اللي هو increase عفوا هون decrease وبالحالة الثانية اللي هو increase بالبلد بريشر more than 200. تمام. بيزيد الريسك لل of hemorrhage. تمام. تمام. هسا السيريبرال فازيكولار ديزيز مقسم يعني مقسمها عندنا لصنفين او حالتين بيكون عندنا فيها، اما الستروك. تمام. او الترانزنت اسكيم اتاك. الترانزنت اسكيم اتاك اللي هي من اسمها ترانزنت هي بتيجي بترانزنت ابسويد اوف نيورولوجيك ديسفانكشن كوزد باي فوكال برين اسكيما لاستنج بيو مينيت تو 40 ل 24 ساعة. تمام. طبعا بتكون without acute infarction without loss of اللي هي ال بتكون without acute infarction without loss of اللي هي ال كان شيسنن شيسين شيسنيس شيسنيس نو لونج تيرم سيكونس. تمام. طبعا معلومه على
لإلكم يعني، هي مش راح تكون سؤال أو إشي، إنه لما يكون عندي المريض يتعرض للترانسنت الترانسنت اسكيم اسكيميك اتاك، لازم تنبهه لإنه ينتبه على حاله، التصرف الشغلات اللي بتفيده تمام بالمستقبل بنعرف إن شاء الله طبعا هاي الشغلات، لأنه الريسك اوف ديفلوبينج ستروك ان ذا نيكست فيو ييرز تقريبا كأنه بالقدام نعرفها هي 5 سنوات تقريبا. نرجع للستروك. الستروك هي الأكيوت نيورولوجيك ديسفانكشن occurring as a result of vascular process، إما بتكون إسكيما أور هيموريج تمام. هسا لما نحكي إنه صار عندي اللي هي الإسكيميا أو الهيموريج، في عندي تكسي أو مش تكسيمات، هي ثواني تمام. هسه احنا قلنا عندي الستروك عندي تو تايب تمام، اللي هي اما بتكون اسكيما اور هيموريج. الاسكيما نفسها هي اما بتيجيني بحاله هايبوكسيا تمام، راح نعرفها لقدام، او بتيجيني بحاله انفراكشن تمام. تمام نشوف اول اشي قبل ما ندخل على التفاصيل كلها، لما انا يجيني مريض بيشكي مثلا من مثلا نص اليمين، في عنده وجع بنص اليمين او مش حاسس بنص اليمين، انا قبل ما افكر بانه والله ممكن يكون عندي ستروك او يكون عندي الترانزيت اسكيميك اتاك، بدي يكون شاك بواحد من هذول كمان، يعني غير الاسكيم او اتاك بدي اشك بواحد من هذول الدياجنوستس تمام. اما برين تيومر كرانيال اور بيريفرال نيرف بلسي، هايبوغلايسيميا، المالتيبل سكلروسز، اللي هو المايجرين اللي هو الصداع النصفي كأنه، والإبليبتيك سيزر، نوبات الصرع. إذا إجاني مريض أول يعني الإيماجينج اللي بدي أخذها إله إما سي تي سكان فور هيموريد تمام، أو MRI للإسكيما، بس إنه أنا ما في عندي وقت تمام، فبيقول لك إن أكيوت كيس ذير نو تايم فور MRI، الMRI كانت تأخذ وقت، فبروح أنا بعمل السي تي سكان تمام، وبشوف إذا في كونه السي تي سكان بتشوف الهيموريد، إذا ما في مباشرة راح أفكر اللي هي الإسكيميا تمام، وبستنى الام ار اي. طيب هسه نيجي على التايب اوف سيريبرو فاسيكولار ديزيز، إما بتكون أول إشي impairment of blood supply، أو بنحكي إنه decreased oxygenated of central nervous system tissue تمام. ممكن تكون مثل ما حكينا global hypoxia لإسكيميك encephalopathy due to generalized decrease بال cerebral blood flow، أو infraction by localized vascular obstruction. ممكن تكون كمان التايب الثاني اللي هو rupture of central nervous system blood vessels. الرابتشر مباشرة بتعرف انه اللي هو راح يسبب لي الهيموريج، الانتراكرانيال هيموريج، السب اركنويد هيموريج، السب ديورال، الابيديورال هيموريج، وبالتالي بنربطها الرابتشر مع الهيموريج تمام. تمام هسه نبلش فيهم شو واحدة واحدة. الهايبوكسيا ممكن تكون فانكشنال او اسكيميك هايبوكسيا تمام. الفانكشنال انه النورمال بلاد سبلاي واصل، ما في عند الدم واصل، بس decrease بالoxygenated blood تمام. طبعا causes cause lead to decrease بالpressure of O2 problem in hemoglobin or some toxic chemical أو impaired O2 carrying system، اللي هو الضعف، صار عندي ضعف بنقل الأكسجين، أو inhibition of O2 used by the tissue تمام. تمام الاسكيميك هايبوكسيا اما بيكون اللي عندي صار عندي الترانزيت تي اي اي، الترانزيت اللي حكينا عنها الترانز اسكيميك اتاك تمام، او بيكون البيرمننت اللي هي الجلوبال بسبب الجلوبال هايبوكسيا. نشوف الجلوبال هايبوكسيا شو اللي بصير عندي. هي اول اشي نعرف انها هي الفيلر اوف اوتو ريجولاتوري ميكانيزم ان ذا برين تمام، وين لما بيكون عندي السيستوليك بريشر دروبس less than 15 leading to
poor perfusion and hypoxia. Symptoms vary from mild confusion to lasting damage. تمام؟ إنه بتوصل لحد إنه العضو خلاص أو الخلية تلفت على الآخر. تمام؟ طبعا including duration and rigidity of developing this condition. طبعا الجلوبال هايبوكسيا caused by cause ممكن يكون cardiac arrest, infective cardiopulmonary الكارديك ارست تمام والانفكتيف كارديوبلموناري الريسستيشن تمام اللي هي السي بي ار كان مش صحيح او في خلل بالسي بي ار اللي عملناه او برولونجد انستيزيا تمام او برولونجد هايبوغلايسيميا او التروما تمام. هسه الفيوتشر اوف جلوبال هايبوكسيا انا لما يصير عندي الجلوبال هايبوكسيا شو راح اشوف او شو راح يكون عندي. أول إشي السلكتيف vulnerability of neuron in keratin location very susceptible to autohypoxia تمام. رح نشوف عندي البيراميدال سيلز in hippocampus تمام وال نفس الخلية نفس الاسم تاع امبارح البيركنج سيل اوف سيربيلم تمام و two type of cell are very fastidious and can can be damaged by hypoxia تمام neurons in basal ganglia بنشوف كمان الكورتيكال نيرون especially in arterial boundary zone supply by end artery اللي هي ال watershed areas تمام بال watershed areas infract بنشوف السيل بنشوف عند النيرون الجليال سيل but all if severe and prolonged تمام تمام. هسا الواترشيد احنا صارنا سنتين نحكي الواترشيد زون هاي كلها. طب شو هي؟ هسا هي حيث ما حكينا هي بتكون حوالين الجنكشن لل اوف المين ارتري تمام يعني بتكون عندها ثلاث بتوين الباوندري بتوين الاي سي اي اللي هو انتيريور سيربرال ارتري تمام والام سي اي اللي هو الميدل سيربرال ارتري اند طبعا هذول band of necrosis over cerebral convexities تمام بياخذوا تقريبا a few centimeter lateral to interhemispherical fissure تمام. الباوندري الثاني between الميدل cerebral arteries and posterior cerebral artery. الباوندري الثالث between superior and posterior cerebral artery تمام بالبوستيريور cerebellum تمام. المورفولوجي اوف جلوبال هايبوكسيا شو بنشوف عندهم الماكروسكوبيك تشينج ما بتظهر بعد after 24-28 ساعة ما بتكون سيستميك او بايلاترال. طبعا البرين سويلينج with blurred demarcation between gray and white matter and with or without small hemorrhage تمام. الميكروسكوبيك تشينج راح نشوف عندها اما اكيوت ببين بعد 12-24 ساعه. طبعا اكيوت نيورونال نيكروسيس ان لاير 4 تو 6 اوف كورتكس. الريد نيرونز بنشوفهم انكليتد نيرون اند بيكم ديبلي ايوسينوفيليك تمام واند ذيس فيرست فايندينج ان كيسز اوف اسكيميا ان سنترال نيرف سيستم. بنشوف عندهم كمان بالاكيوت بيكون عندهم فيو نيوتروفيلز فولويد باي جليال سيل ديث تمام. الميكروسكوبيك تشينج الثاني راح نشوف انه سب اكيوت تشينج من 24 ساعة لأسبوعين تقريبا بيكون عند تيشو نيكروسيس الماكروفاج بنشوف عندهم الجليوسيس كمان بنشوف عندهم. اذا صار عندي ريبير افتر 2 ويك بنشوف عندهم الريجولار نيرون لوسيس تمام الجليوسيس برين اتروفي ات هو
the set of schema. تمام. هسه المورفولوجي اوف ليجون كامل شو راح نشوف احنا كمان؟ راح نشوف عنده السودو لامينار نيكروسيس. ليش سميناه السودو؟ لانه افكتد اونلي ذا انترنال لاير اوف سيريبرال كورتكس ان ذا اريا اوف هيبوكامبس. تمام. اند بيركنج سيل ات ان مور سنسيتيف لاير اوف سيل. تمام. طبعا بنلاقي عندهم اللينير portion of the mid zone of the cortex involved is involved. وكمان بنشوف عندهم اللي هي border zone الwater sheet infarct bilateral systemic wedge shape مثل الجنحان تقريبا بيكون شكلهم بنشوفهم هون تقريبا مثل هيك شايف بيكونوا زي الجنحان. تمام. طبعا discolored area just lateral to inter hemispherical filter laminar necrosis زي ما انتم شايفين بالصورة واضح يعني ما بده شطارة عليهم يجيبونا بأسئلة اللاب زي هيك. طيب هسه الـ outcome of اللي هو الـ global hypoxia. تمام. طبعا هو بيعتمد depend on الـ age اللي الـ old neuron neural tissue كانت stand hypoxia. تمام. الـ duration of schema. تمام. كل ما زاد الـ duration كان عندي more damage. تمام. الـ magnitude الـ completely absent blood flow or just decrease. تمام. تمام. طبعا ما نتذكر انه الـ rapidity of reduction of flow it developed in short period of time. طبعا نذكر كمان انه من الاوتكم عندها انه الريزلت various from persistent neurological defect to brain death lead to deep coma and flat EEG اللي هو انه بمعنى انه انا no brain activity ما عندي اي نشاط دماغي. البيشنت maintained by mechanical بنعمل بيكون خلينا نحكي الفنتليشن عنده عايشين على الفنتليشن. تمام. البرين اوتولايسز اند الريسبيريتور برين بيكون البرين ديستراكشن ديو تو ميكانيكال فنتليشن ليد تو فيتال وذين فيو. تمام. تمام. خلصنا من اول نوع اللي هو ال global hypoxia. نيجي نشوف infarction اللي هو قلنا انه من انواع الاسكيميا وهو focal ischemia. تمام. طبعا هو focal brain necrosis due to complete and prolonged ischemia affect all tissue eliminated and neuronal glia and vessels. على كل شيء طبعا هو infarct account for 80% of cerebrovascular disease. تمام. يعني 80% من هو أكثر شيوعا للإنفراكشن اللي هي الجلطات الدماغية اللي بنسميها احنا وهو هاي المور كومون اوف ذا هيموراجيك ستروك. تمام. طبعا البيشنت وذ التيا اللي هي الترانزيت اسكيميك اتاك الإنفراكشن ان بصير عندهم الإنفراكشن ان 5 يير زي ما حكينا قبل انه بدك تتابع معهم وتنبههم للمرضى اللي بيكون عندهم هذا الشيء لانه ممكن يتطور عندهم ال ترانزيت لستروك. طبعا من الريسك فاكتور كمان الفاميليا هيستوري اوف ستروك مهم جدا. الريسك فاكتور بيكون من الامثله اللي عليه اللي هم الاثيروسكليروسيس الدايبيتس الهايبرتنشن الهايبر ليبيديميا الانكريز بالايج. تمام. الكاردياك اريثيمياس الكارديو مايوباثي الهايبر كوأجولابل ستيت. تمام. السموكينج مهم جدا. اليوز اوف كونتراكتيف الكونتراسبتيف بيلز اللي هم الحبوب من الحمل. كمان عندنا السيربرال امايلويد انجيوباثي من الريسك فاكتور لها لل الانفراكشن. كمان من الريسك فاكتور الفازيكولايتس اللي هي انفلاميشن اوف اوتو اميون. تمام. تمام.
طيب هسا الميكانيزم lead to infarction، شو اللي ممكن يعمل لي أنا infarction؟ إما thrombotic occlusion أو embolic occlusion. الثرومبوتيك اوكلوجن اللي بتكون اسكيميك الاسكيميك بيل، تمام، البيل اللي هي بتكون يعني خلينا نحكي باهت شوي هيك، تمام، اللي هي كومبليت اوبستراكشن، تمام، الكاروتيد الباي فراكشن الاوريجين اوف ميديال الميديال سيريبرال ارتري والبيزلر ارتري ات اير اند، تمام. كمان بيكون إنه this area are highly susceptible to thrombotic occlusion because atherosclerosis usually occur there، تمام. بالembolic occlusion الهيموراجيك بيكون red، تمام. طبعا السوير هارت or atherosclerosis in carotid بالميدل cerebral is the most affected، طبعا هي راح تكون كمان بنشوف عنده او بيكون عنده less likely affected in basilar artery، تمام. هسا الامبوليزم نتذكر انها more common than thrombosis، طبعا may lead to multiple small infarct because the size of embolus هو is very tiny، تمام. So it will travel to reach a blood vessels that it can close. The other embolus, مثل الفات, the bone marrow, the air, the amniotic fluid. A type of regional infarction. إما بيكون acute with the acute white infarct بيكون the right middle cerebral artery أو بيكون acute red infarct بيكون the right anterior cerebral artery. هسا الانفراكت due to large vessels occlusion are regional بيكون، ما ننساها. الاوتوكم depend on set of occlusion state of collateral circulation systemic perfusion pressure degree of atherosclerosis rapidity of onset. نتذكر هاي الاوتوكم الدكتور بحبهم كثير يعني هو بشرح فيهم. طيب هسا نشوف بالانفراكشن في عندي ماكروسكوبيك appearance، طبعا no gross change before 48 ساعة، ما بنشوف اي شيء قبل 48 ساعة. بعد 48 ساعة بنشوف انه soft swelling pali or hemorrhagic wedge shape، تمام، مثل حكينا عنهم الجنحان هيك تقريبا الشكل بيكون. In fact, involving the gray and white matter depend on the vessels that affect. كمان بنشوف عنده the buried demarcation and surrounding hemorrhage due to perfusion of infarction. تمام. كمان بعد after 10 day to 3 week بنشوف عندهم the liquefaction اللي هي liquefactive necrosis of affected area. بنشوف كمان بالمايكروفاج and other cell start the repair بتعمل انه عندي بتعمل removing the liquefied material، تمام. طبعا الكافيتي فور كافيتي فورميشن تحدث من شهر ل 6 اشهر، تمام. السيفير ايديما with herniation. herniation طبعا هي مش عارف لانه ممكن اوضح فيها هون. هسا هاي الدماغ، تمام، هاي النص الاول النص الثاني اللي بصير عندي انه بتصير الايديما تضغط على ال خلينا نحكي الجنب اليمين، بتصير انه يطلع يضغط الجنب اليمين على الشمال فبيطلع منه جزء للشمال فبتعمل الهيرنيشن، فبصير يضغط هون بصير عندي لما يضغط على الشمال بصير عندي اللي هي الانفراكشن، مثل ما احنا شايفين هذول صورتين الريجنال انفراكشن، تمام. هون الاولد انفراكشن مش مهمين كثير الصور باللاب راح تشوفون كيف كلهم واضحين. طبعا احنا شفنا الميكروسكوبيك، هسه نشوف الميكروسكوبيك ابييرنس، تمام. الميكروسكوبيك ابييرنس تظهر بعد 12 ساعه after 12 ساعة very similar to global ischemia but more regional بتكون with variable thin subpile
السب بايل لاير، تمام. راح نشوف عندهم النيوتروفيليك ريسبونس از بريزنت فولو باي مايكروفيج اللي هي الجيتر سيل. هاي هي الجيتر سيل. هيستولوجيكالي كمان بنشوف عندهم الايديما، بنشوف الريد نيرونز البوليز والمايكروفيج، تمام، والجليوسز مثل ما احنا شايفين بالصور هون. طبعا نذكر الجيتر سيل من المحاضرة الماضية حكيناها احنا، اللي هي لما يكون المايكروجليال سيل to perform the function of the macrophage by engulfing all necrotic debris. تمام تمام. طيب هسا نرجع نذكر شوية شغلات او هنحكي الجنرال رول for dating infraction. نذكر انه الريد نيرون بال 12 ل 24 ساعة، تمام، حتى نشوفه. النيوتروفيز من 24 ل 96 ساعة، تمام. الماكروفيج بيك ات 7 تو 14 داي، تمام. الاستروسايت بيجين افتر ا بيريود اوف داي اند بيكز افتر سيفير ويك. المورفو الماكروفيج ليف after several week reactive astrocyte remain. بشكل عام يعني مهمين شوي، مش كثير يعني تركز اليوم. الكلينيكال بيكتشر اللي بنشوفه بالانفراكشن، طبعا لينك تو set of infraction تعتمد على الست. الكونترالاترال هيموسفير الهيمي بيريسز، تمام، اللي هي الميدل سيربرال ارتري اوكلوجن. بنشوف عندهم كمان اللي هي سباستيسيتي اللي هي الابر موتور نيرون انجري. لوس اوف سنسيشن سنسوري كورتكس از انفولد بتكون. الفيجوال فيلد ابنورماليتي اوكسيبيتال لوب از افكتد. والافيزيا اللي هي لوس ذا ابيليتي اوف speak، تمام. نروح للموضوع الثالث اللي هو الكرونيك او الكرونيك complication of the old infection، تمام، infarct عفوا. الكرونيك بيكون عندي بالcerebral infarct with residual cystic space result in Wallerian degeneration of descending cort كورتيكو سباينال تراكت، تمام. هون اللي بالكورتيكوس ديسندنج الكورتيكوس سباينال تراكت هي مكان الجنريت ان ذا سبين ان ذا سباينال كورتكس، تمام، اند سند ذا نيرون داون ذا سباينال كورد ريسبونسبل فور ترانسميتنج، تمام، ترانسميتنج سنسيشن اند موتور فانكشن. طبعا الوولدرن ديجنريشن از اكسونال ديجنريشن ديستال تو انفراكت وذ مايلين ديستنجوشن اللي هي المايلين ديستنتجريشن. طبعا ذيس هابن وذين مانث افتر انفراكشن، تمام، بعد شهر تقريبا بيحدث عندي اللي هي الكرونيك كوميونيكيشن اوف اولد انفراكت. الفينوس انفراكشن فراكشن اللي هي يوجوالي ريزلت فروم فينوس سينوس ثرومبوسيس. طبعا الفينوس سينوس ثرومبوسيس وي هاف بريدنج سينوس ذات هيلب ان ذا فينوس بلاد فلو. الريسك فاكتور لها بيكون الاورال كونتراسبتيف، تمام، انهيريتد thrombophilus الكانسر and in infant بيكون عندي dehydration. ال very hemorrhagic بيكون lesion are bilateral due to occlusion of the superior sagittal sinus and affect the cortex adjacent to the flax اللي هي البارا بيكون عندهم اللي هي اللي بيأثروا على باراسيجيتال كورتكس زي ما احنا شايفين بالصورة هون. طبعا هاي البايلاترال اوكلوبايل باي ديو تو اوكلوجن. نروح نحكي عن الانتراكرانيال هيموريج. هسا بلشنا نحكي عن الهيموريج.
طبعا الـ intracranial hemorrhage according to the location divided into الـ intracranial subarachnoid epidural subdural hemorrhage حسب المكان. According to pathogenesis تتقسم عندي إلى primary و secondary. الـ primary hemorrhage بيكون hemorrhage within central nervous system itself without predisposing condition. تمام؟ بينما بالسكندري to infract بيكون to infract to tumor or trauma. تمام؟ طبعا الـ most common cause of primary هو الـ hypertension. نحكي عن الـ primary intracranial hemorrhage. الـ causes تبعه راح عندي 3 causes. الـ hypertension بشكل لي 50% من الـ causes. تمام 15% of death in hypertensive patient. other causes ممكن يكونوا الـ cerebral amyloid angiopathy, الـ vasculitis اللي هو الـ inflammation زي ما حكينا of or autoimmune, الـ bleeding disorder أو الـ trauma or الـ tumors. تمام سوري هسه الـ أنا الـ primary intracerebral hemorrhage بيكون عندي أكثر من حالة. أول حالة اللي هي بسبب اللي هي اللي هم أو أول مرض منهم اللي هو الهايبر تنسيف سيريبرال فازيكولار ديزيز بتضمنوا الفازيكولار ليجن ان هايبر تنشن انكلود بتضمن اللي هو الاثيروسكلروسيس ان لارج فيزلز الهايلين اثيروسكلروسيس اوف ديب بنتريتنج ارتريز and arteriolos in arterioles of in basal ganglia with thalamus والcerebral with white matter والbrain stem. تمام كمان بتضمن اللي هو الvascular region بتضمن atherosclerosis in vessels less than 150 micrometer. تمام طبعا هذا الاشي الvascular لو الـ hypertensive cerebrovascular disease result in the following. أول إشي بيكون بالـ CNS lesion in hypertension اللي هو الـ liver parenchymal hemorrhage الـ liver looper parenchymal hemorrhage وهو large hemorrhage within certain loop of the cerebral cortex. الـ slit hemorrhage very tiny بيكون الـ rupture of very small penetrating vessels hail as slit space. تمام السبب الثالث اللي هو بيكون اللي هو الشاركوت بوركارد البوركارد مايكرو نيورالزم. تمام ان بحدث بالفيزلز less than 300 مايكرومتر ان بيزال جانجليا. كمان من اسبابه اللي هو lacunar infraction وهي التيني cystic infection in deep gray matter of basal ganglia and البونز due to hypertensive. الاثيروسكلروسيس كمان most are asymptomatic. كمان من الأسباب اللي هي بتكون الهايبرتنسيف هيمورج. الشكل الثاني اللي حكينا عنه احنا حكينا أول شيء الهايبرتنسيف سيريبروفازيكولار ديزيز. نحكي عن السيريبرال أمايلويد أنجيوباثي بشكل سريع. طبعا الأمايلويد is deposited in wall of medium and small meningeal meningeal and cortical vessels result in the superficial looper hemorrhage. زي ما احنا شايفين بالصورتين هون الهايبرتنسيف هيمورج مثل ما هي مبين قدامكم اللي هو الليكونر انفراكشن ان ذا كيودت اند بيتمان. شوفوا هون كيف الليكونر انفراكشن كيف صار. طيب هسه ثالث شغلة من ثالث مرض من اللي هم السيريبرو البرايمري انترا سيريبرال هيموريج بدنا نعرفها اللي هي الفازيكولايتس اسوسييت هيموريج. هسه الفازيكولايتس حكينا انها انفلاماتوري
مثل السيفاليس، التي بي تيوبركلوسز، الاسبراجيلاس لوسز، اسبرجيلوسز، السي ام في. تمام، هسه البرايمري انجايتس تمام اوف ذا سنترال نيرفوس سيستم بتكون مالتي نيوكليتد جين سيل الاوتو اميون. تمام، كمان ممكن اللي هي البولي ارترايتس نودوزا، اللي هي البولي ارترايتس نودوزا اللي هي التهاب الشرايين العقديه. تمام، المورفولوجي تبعهم الفاسكولايتس بنشوف الويل ديماركيتد هيماتوما اند ايديما، بنشوف ماركت بنشوف عندهم الهيماتوما والإديما usually with massive displacement and herniation بيكون طبعا كمان بيؤدي إلى ديورت الهيموريج. تمام، مثل احنا شايفين بالصورة هون، خلينا نكمل بس ثواني، little necrosis نشوف عندهم little necrosis بالvasculitis no inflammatory response. طبعا maybe او نحكي بشكل عام may extend into ventricle or subarachnoid area اللي زي ما احنا شايفين بالصورة هون اللي انا انتبهت لها اللي هي ال intracerebral hemorrhage into lateral ventricle. تمام، طبعا lateral cavity with brown fluid hemosiderin lidian macrophage. تمام، and gliosis بنشوفهم بالvasculitis. نروح للsubarachnoid hemorrhage، احنا حكينا عن اللي هو intracerebral hemorrhage، نحكي عن subarachnoid hemorrhage. الكوزز راح يكون vessel rupture. تمام، الرابتشر اول مثال عليها اللي هي طبعا راح نشوفها باكثر من شكل، اللي مثل الرابتشر ساكيولار بيري انيوريزم. تمام، اذر انيوريزم ممكن نشوفهم كمان اللي هم الاثيروسكليروتيك مايكوتيك ديسكتينج التروماتيك مثلا. طبعا usually occlusion does not rupture. تمام، كمان الشكل الثاني ممكن نشوف الارتيريو فينوس مالفورميشن، اما الهيمانجيوما او اللي هي الهيمانجيوما او التيلانجيس تيسيا. تمام، اللي هي بصير عندي توسع بالشعيرات. تمام، او التروما او التيومر او البليدنج ديس اوردر ممكن نشوفهم بالسبديورال هيمورج. تمام، نحكي عنهم عن كم واحده فيهم. الاول واحده اللي هي الساكيورال بيري انيوريزم. تمام، هو هي الكومون سيت كوز اوف سبونتينيوس سب اركنويد هيموريج بالفيميل مور ذان ميل. الايج بده يكون اغلبه بيكون ليس ذان 50 ييرز. الكوز ممكن يكون كونجينيتال او انسكيورد. تمام، كمان اكر ات بليس وير ذا ميديا اند الاستيكيا اوف ذا فيزلز ديسبلاي كونجينيتال ديفكت. تمام، 30% of cases بيكون rupture in by acute in increase in intracranial pressure. تمام، 90% بيكون بالanterior anterior and middle part of circle of wheels. circle of wheels هاي circle of wheels اللي حكينا عنها. وين صرنا؟ تمام، كمان بنشوف بيكون 20-30% منه مالتيبل. الانسيدنتال بيكون ب 1%. طبعا الرابتشر بيصير ان 4th to 5th decade. تمام، بيكون at apex اللي هي ال weakest point induced by staining. تمام، السايز usually بيكون 3 مليمتر. تمام، but maybe much large and
the risk of rupture increase. تمام. 1.3 of aneurysm bleed per year. تمام. But for aneurysm more than 1 centimeter the risk in is 50% بتكون composed of طبعا هي بتكون composed of wall of thickened intima تمام بالهيمو and hemosiderin in adjacent brain تمام. طبعا هاي النيك او البيس اوف aneurysm وهاي الابيكس اللي هي set of rupture هون اللي بصير عندي الرابتشر. نحكي عن ال condition associated with sacular aneurysm genetic ممكن يصير عنده اللي هو أو نشوف عندهم مثلا الأشخاص اللي عندهم البوليسيستيك كيدني ديزيز الديفكت بال in the extracellular matrix protein مثل المارفن سيندروم تمام. إن الجينيتيك ممكن نشوف اللي هم الكورتيشن of أورتا تمام البريديسبوزنج كونديشن مثل الهايبرتنشن مثل السيجار سموكينج اللي هم بشكلوا تقريبا 54% من البيشنت الكلينيكال فيتشر اوف رابتشر بنشوف عندهم مثل حق الورست هيدج اوف ماي انتير تمام انتير لايف وذ لوس اوف كونسيكونشن نكمل حكينا اخر اشي عن الكلينيكال فيتشر اوف رابتشر تمام بيكون عند الورست هيدج اوف ماي انتر لايف اللي هو وذ لوس اوف الكونسنسيشن تمام شيسنس الكونشسنس عفوا طبعا بيكون ب 25 الى 50% داي ات تايم اوف فيرست رابتشر اف سيرفايف بيكون بصير عنده الريجين اللي هو اللي حكينا عنه الكانشيسنس ان مينت تمام الكلينيكال ساين هيدج الليثرجي الفوتوفوبيا الفيفر النيك ريجيدي تمام كمان بنشوف عنده الفوكال ديفيكتي ديفيكت مي بي بريزنت ديبيند اون سيت اوف هيماتوما طبعا الرابتشر ريزلت ان بيحدث عندي بالنتيجه اللي هو بال سب اركنويد هيموريج تمام مثل ما حكينا البارا بارانشيمال اند وذاوت وذ اند اوت فينتريكولار هيموريج البلد سيربرو سباينال فلويد البلودي سيربرو سباينال فلويد اكزانثو كروميا المور مورتيليتي اب تو 50% ان اكوت فيز تمام لتر هايبو الهايدرو سيفاليس اند هيرنيشن الكومبليكيشن ممكن تكون اكوت اور كرونيك الاكوت البازو سبيزم بتحدث سبيشالي ان وذ بلاد ات بيس اوف برين سم سم البازو سبيزم تحدث بال about 50% من الكيسز بسبب ال تؤدي اللي هي الاسكيميا and infraction البيك سيفيريتي is about 1 week الريب بليدنج تمام بحدث ب 30-50% من الكيسز الريسك about 20% in first 2 week associated with mortality الكرونيك منه الكرونيك كومبليكيشن ممكن يصير عنده الفايبروسيس اوف ليبتومينينجاي اللي هي ماي ريزلت ان هايدرو سيفاليس تمام طبعا اف انترافازيكولار هيموريج ليد تو اوبستراكشن اوف فينتريكلز باي بلاد تمام بلاد ويل باك ذا يوجوال موفمنت اوف سيربرو سباينال فلويد بيؤدي الى الاكوت هايدرو سيفاليس تمام
الفايبروسيس اوف ليبتو من جس ريكوميونيكيتنج كرونيك هايدرو سيفاليس ديو تو اللي هي السلوجش اللي هي يعني بتصير حركته بطيئه للسيرفيس فاينل فلويد فلو. تمام. ثاني شيء بدنا نحكي عنه، حكينا اول شيء عن اللي هو السكيولر البيري انيوريزم، هسه بدنا نحكي عن الفازيكولر مالفورميشن. تايب اوف فازيكولر مالفورميشن في عدة تايب، في منه الاتريو فينوس الاي في ام، الكاب يورونوس انجيوما مالفورميشن، الكابيلاري اللي هي التيلا جينيكتوز. تمام. تيز الفينوس انجيوما. نتذكر اهم شيء انه الاي في ام از موست لايكلي تو كوز سيجنيفيكانت هيموريج. تمام. طبعا اول ثنتين اللي هم الاي في ام والكافيريونوس انجيوما ار ذا موست كومون. تمام. نحكي عنهم بشويه تفاصيل. الارتيريو فينوس مالفورميشن وهي الكومون سيت كونجينيتال فازيكولار ابنورماليتي بتوين كونكشن بتوين ارتري اند فينز مور ان ميل، بتكون سبونتينيوس هيموريج بتوين 10 ل 30 ثانيه. طبعا involve vessels in subarachnoid and cerebrum. الجليوتيك برين. تمام. جليوتيك برين تيشيو بتوين فيزلز بتكون. الكلينيكال بروبلم ممكن نشوف عندهم السيزرز التيبيكال اللي هو المايجرين اللي حكينا عنه، الصداع النصفي. الهيموريج الريسك اوف ريبليدنج بيكون من 1-4% بيرير. تمام. With evidence of old recent hemorrhage and without calcification. النوع الثاني اللي حكينا عنه اللي هو الكافيرونوس هيمانجيوما deleted thin walled vascular canals devoid of intervening brain tissue causes طبعا causes السيزرز when subcortical. الريسك اوف هيموريج بيكون في 0.1 to 2.7% per year increase after first hemorrhage. الصورتين موضحين هون، هاي بنشوف اللي هي الاي في فازيكولار مالفورميشن، هون الهيمانجيوما. ننتقل لموضوع الأخير أو قبل الأخير تقريبا، راح يكون الإبديورال and subdural hemorrhage. طبعا usually traumatic بيكون central venous central بالcentral nervous system trauma. بيقول ال result بالمورفولوجي بتعتمد على أول إشي، بتعتمد على ال دين duration of or blunt trauma can open or close الموبايل or immobile head at time of trauma lesion at pony for prominence مثل example مثل frontal orbital or temporal أو occipital pulse spinal cord مثلا. كمان بتعتمد على الإديما والورسن ذا كونديشن البيشنت نيد ذيس واي ذيس بيشنت نيد تريتمنت لما يكون عنده الإديما وال اند الورسن ورسن. كمان بتعتمد على السكال فراكشر. مثل ما شايفين الصورتين هنا بينوا لي الهير لاين اند مينيمال fracture usually heals spontaneously. ونشوف اللي هي displaced or debrised. تمام. نروح لموضوع آخر اللي هو البارانشيمال انجري. تمام. أول إشي الconclusion اللي هي الارتجاج
بيحكي لك اللي هو immediate and temporary disturbance of brain function with reversible altered اللي هي ال كانت sensation no demonstrable lesion you can find the lesion ما في مشكلة عنده فيه بكون بنقدر نلاقي ال sign بيكون confusion headache visual disturbance nausea vomiting dizziness designs كمان with بيكون with amnesia تمام ال الحال الثاني اللي هي لما يكون عندي contusion ال contusion and the creation of cortex tissue injury more on crest of gyri and intra-parenchymal and subarachnoid hemorrhage بيكون عنده كمان بيكون ال cup contusion تمام and ال cup will cont كونتري كونتر ريبوش كيوب كونتر كيوب كونتيوشن تمام الحالة الثالثة الانتراكرانيال الانتر انترا سيريبرال هيموريج كاتينج اوف براين فيزلز هاي امباكت امباكت انجري سيريبرال ايديما ممكن اكر وذ اند وذاوت ان الobvious structure lesion تمام طبعا كان occur without اللي هي الevidence of hemorrhage تمام diffuse axonal injury اللي بتكون اللي هي the stretching force cutting of axon تمام بيكون عندي the acceleration and deceleration injury تمام 50% من ال of patient with post traumatic traumatic coma affect white matter اللي هم ال corpus callosum وال paraventricular ventricles وال hippocampus تمام at junction of gray and white matter طبعا ال diffuse axonal characteristic asymmetric axonal swelling تمام بنشوف عندهم المايكرو هيموريج بنشوف عندهم المايكرو جلا اخر بعدين بنشوف عندهم الجليوسيس طبعا البوست تروماتيك ديمنشيا كمان بنشوف عندهم والفيكتيف ستيج بيكون بالبور بروجنوسيس بنشوفه هاي الكوبز والكونترا كوبز تمام هاي الدايركشن اوف التروما مثل ما احنا شايفين بالصورة هون involve multiple contusion involving the inferior cervus of frontal loop, anterior temporal loop and cerebellum. هاي ال axonal retraction bells تمام. نحكي شوي عن ال traumatic vascular injury تمام. ال epidural hematoma أول إشي الإبيديورال هيماتوما usually acute and combined by skull fraction except in infant طبعا بنشوفها ب 3% بال of significant trauma rupture of middle meningeal artery بيكون عندهم rapid collection of blood due to arterial bleeding بيكون تقريبا 30 ل 50 ملي بتظهر عندي السيمتوم الماس افكتد اللي هي الديورا اند برين كومبريشن الرابيد انكريز رابيدلي انكريز بال انتراكرانيال بريشر تمام كلينيكالي البيشنت هاز اليوسيد انترافيال فور هاورز تمام فولود باي رابيد لوس اوف concentration تمام after trauma طبعا راح نشوف عندهم regains اللي هي concentration for few hours then losses of concentration agent again تمام طبعا الفيتال بيكون عندهم within 24 28
ساعة إذا if untreated. النوع الثاني من الـ traumatic vesicular injury اللي هي subdural hematoma. السبديورال هيماتوما وهي الموست اكر وذ تشينج هيد فيلوسيتي اكزامبل بوكسرز البوكسرز البيتر بيبي الاولد ايج كلهم بيكون عندهم صار عندهم التشينج هيد فيلوسيتي طبعا مور كومون ذان ابيديورال هيماتوما disruption of breathing veins from brain to dura sinus moreover convicted تمام categories based on interval between the hematoma and traumatic event بنشوف بالاكيوت بتبين within 3 day of trauma بالسبأكيوت between 3 day and 3 week after trauma الكرونيك بنشوف develop after 3 week بينما أسال السبديورال في منها أكيوت في منها كرونيك الأكيوت بتكون يكون عندي ال history of trauma clear تمام frontopartial is common بيكون بنشوف عندهم ال slow collection of clotting blood with surrounding edema lead to increase بال intracranial pressure non fatal cases lead to chronic. The chronic منه بيكون عنده trauma not recorded. The patient is not aware that he has trauma. More in early people with brain atrophy or battered baby syndrome. تمام. الهيماتoma fluid هي بصير عند ال fluid filled cyst enclosed by membrane may be resorbed. Or calcified risk of re-bleeding in first few months تمام clinically confusion with dementia بنشوف عندهم بالصورة هون ببين لي الابيديورال هيماتوما بال هون بالصورتين هذول بنشوف بالصورة اللي على المزلها A هون هي large organized subdural hematoma بينما هون بنشوف اللي هي ال coronal section of coronal section of brain showing compression of the hemisphere underlying the hematoma. آخر موضوع traumatic vascular injury level of injury determine the outcome. Lesion include contusion, fiber transection, الهيموراجيك necrosis, كل هذولا طبعاً الليجون هذول الليجون lead to بنشوفهم بال أو بينو عندي بالcystic foci and spinal cord late effect ممكن يكون يصير عنده ascending and descending degeneration in nerve tract systemic effect. الإفكت بيعتمد على الليفل زي ما حكينا اللي مثلا بال اللي هم الثوراكو لمبر بنشوفهم البارابليجيا اللي هي البارالايس اوف تو لور لمب تمام السيرفيكال الكوادراي بليجيا فور لمب بارالايسز الابوف سي 4 البارالايسز اوف ديفراجم الريزلت راح تكون انفكشن باي انفكشن الجينيتوريناري ديسفانكشن لوس اوف بلادر الان كنترول البيد سورس وبهيك خلصت المحاضره ويعطيكم الف عافيه يا رب.